النهارده منورني ومشرفني بنوته جميله دندونه. بجد انا مبسوطه جدا ان انا اخيرا شفتك، يعني كل مره بتكلميني في التليفون ونفسي كنت اشوفك واخيرا شفتك بقى. الحمد لله عرفنا نظبط مواعيدي ومواعيدك مع بعض وظبطت اخيرا يوم، الحمد لله. وتعبت دينا تعبت نفسها جدا. انا عايزه اقول ان هي يعني قبل الهوا جايه من مشوار كبير طبعا مدينه نصر، وعامله كانت حابه ان هي تعمل تطبيقات، بس يعني في حاجات كتيره باظت لان المسافه والشمس الجو حر اليومين دول ما جابتش يعني الحاجات اللي عرفت ان هي تنجو بيها الميني كلاب ساندويتش. وتسلم ايدك يا دندون بجد، يعني احلى حاجه، يعني مش عارف كل مره بتفاجئوني بحاجات. والورد تسلم ايدك بجد، ميرسي، ربنا يخليك يا حبيبتي. بس انا مش عايزه حد يتعب نفسه، ده هي اصلا يعني في حد ذاتها ان انتوا تجولي وتنوروني في الاستوديو دي احلى هديه بالنسبه لي. وبجد مفاجاه جميله، يعني عملتي ايه ادينا تاني غير هحطه هنا، بس يعني اكيد هاخده معايا. تسلم ايدك يا حبيبتي. عملتي ايه بقى تاني؟ دونتس الفاكهه والعصير اللي هو العصير بالفراوله، والعصير التاني اللي بالسيريالز. وفي كل الحاجات دي كنت عاملاها. معلش معلش، المهم الحمد لله ان انت وصلتي بالسلامه، ما سحتيش في الطريق ولا حاجه. لا مبسوطه قوي بجد، وتسلم ايدك، وطبق جميل وبجد وبسطت قوي بيه، ويعني شكله معمول كمان باتقان. يعني خدتي فيه وقت ولا سهل بقى؟ سهل جدا. وبقول لك اللي بيتفرجي على شيف سوا يا ريت يعملوا كل التطبيقات حبيبتي. ربنا يخليكي ليا.